سلام مسيح حبائي، اليوم رح فسركن وسيل تبع الله العشرة، الوسيل تبع رقم ستة لا تسرق، لا ده رقم سبعة سوري، الوسيل تبع رقم سبعة لا تسرق. شو معناتها هذا الوسيل لا تسرق؟ يعني مثلا إذا أخذنا، رح أعطيكم مثل كتير هينة. رجل اوكي راح على الدكان، وهو ما معه يشتري، فقال اوكي راح ما معه يشتري، راح اخذ شغلة ومعي بدون ادفع. اوكي اخذ الشغلة وحط على جيبته على الفتات وراح. هذا يعني السرق، يعني اذا اخذنا الشغلة من حدا بدون ناخد إذنه وبدون نقوله شي، يعني إذا أخدناه على السكات بكون يعني عم نسرق، وهذا السرق كتير حرام، يعني كتير غلط. وهذا يلي عم بيقول بالوصية لا تسرق، حتى الأشياء صغيرة مش لازم ناخد على السكات، مثلا إذا قالنا أصحابنا وهيك، وحتى أشياء كبيرة، حتى مثلا إذا سرقته مثلا بنك وسرقته دكان وسرقته شي مكتب هيك عم بعطيكم مثل، بكون سرقة. يعني إذا حدا أخد شي على السكات بكون سرقة، وأكيد سرقة خطيئة مميتة. ف فهي هذا هو وسي، هذا هو فسرتكم ليه هذا، يعني وسي تبع السبعة لا تسرق. سلام، أنا معكم يا حبي إلى فيديو ثاني.